ولا في الشتاء؟ في الشتاء طبعا. والله في الشتاء بتبقى احلى، وكمان غير كده الجو بيبقى جامد، في الزحمه، الصيفيين برضه بيجوا، ايه، في منهم ناس بتيجي ترمي حاجات وكده، الوضع ما بيبقاش لطيف زي الشتاء. فالشتاء احلى طبعا بالنسبه لنا في اسكندريه، حتى لو الشتاء مغرق الشوارع، بس الشتاء بالنسبه لنا احلى. اسكندريه يعني شتاء اجمد طبعا، وهو متغير كتير يعني، الجو بيبقى احلى يعني. عندنا الدنيا ايه، احنا كاسكندرانيه بنحب الدنيا الشتاء احسن يعني، فالجو هو شتاء بيبقى حلو. تمام. الشتاء طبعا تبقى هدوء، مش زحمة، ما بيبقاش في كمية الناس دي. اسكندرية في الشتاء أحلى طبعا. طب وبتروح البحر في الصيف ولا بالنسبة لك بيبقى زحمة؟ ما بت... بيبقى زحمة يعني، ممكن أروح بالليل، بالنهار لأ، في الصيف. الشتاء أكيد أحلى، علشان بتبقى ريحة البحر أحلى، وبتبقى بتشم ريحة القهوة في أماكن، في الشتاء أحلى، وكمان ما بتبقاش زحمة أوي زي الصيف. يعني الصيف ليه كله جاي صيف في اسكندرية أصلا، ففي الشتاء أحلى أكيد، بتبقى هادية. بس لا طبعا في الشتاء. ليه؟ اشمعنى الشتاء؟ لا الشتاء جوها هادي يعني، وبيبقى الجو جميل. بتعرفي تروحي البحر في الصيف؟ طبعا، واحلى في الشتاء، احلى حاجة في الشتاء. طبعا الشتاء طبعا. اشمعنى الشتاء؟ لا الشتاء لأهلها وكده، في الصيف بتبقى مصيفين كتير بيجوا من كل حتة، ما بنقدرش نخرج احنا والكلام ده، عشان كده بنحبها في الشتاء يعني. طبعا طبعا طبعا. لا في الشتاء طبعا. ايه الاسباب؟ اشمعنى يعني في الشتاء؟ لا انا بحب الشتاء. كل الاسكندرانيه بيحبوا الشتاء. لا الشتاء طبعا يعني، انا بحب الشتاء برضه. على طول انا صدقيني يعني، في الصيف جوها حلو برضه عشان البحر وكده، وكمان في الشتاء في اعتدال في الحرارة، مش ساقعة قوي زي البلاد التانية أو المحافظات التانية. بتزهقي من المصيفين بتوع الصيف؟ أوقات بيبقوا كتير قوي يعني لدرجة تخنق. بس احنا بقى بتوع اسكندرية ما بنصيفش أصلا يعني، بنروح وكده، بس بيبقوا أكتر اللي جايين مثلا الكرة أو الصعيد، بيبقوا أكتر، فبتبقى خانقة شوية. نعم. لا في الصيف طبعا. اسكندراني؟ ايوه طبعا. انا كشف كده بقولك ايوه طبعا. اشمعنى الصيف؟ البحر، الجو، الشتا طبعا يعني ساعة عشان على الساحل وكده. في الشتاء؟ الشتا طبعا. تمام. عاد بنرتاح من المصيفين شوية بس.